في مشروع للتربية الفنية سنقوم بعمل مجسم ورقي لشكل خماسي مكون من 5 قطع، وتم إزالة 2 من هذه القطع، فاكتب الجزء المتبقي من الخماسي على هيئة كسر. لذلك دعونا نرسم الشكل الخماسي والمكون من 5 أضلاع. يبدو الخماسي مثل هذا الشكل، مكون من 5 أضلاع بهذا الشكل. دعوني أرسمه بطريقة أوضح، سيبدو هكذا. أجل، أحتاج مهارة كافية لرسم هذا، لكن هنا لدينا هذا الرسم الصحيح للخماسي. إذن هذا الخماسي المصنوع من ورق، لاحظ أنه يحتوي على 1، 2، 3، 4، 5 أضلاع، لذلك يسمى بالخماسي. يمكننا تقسيمه إلى 5 قطع متساوية. هذا منتصف الخماسي، هذه القطعة هنا، وهذه 2، 3، 4، ومن ثم القطعة الخامسة. ويمكنك تخيل هذا كلها متساوية. الآن المطلوب هو انتزاع قطعتين، إزالة قطعتين. لذا دعونا نتخلص من قطعتين. لنفترض أننا نزيل القطعة، ونزيل القطعة الثانية هكذا. ومطلوب منا معرفة كم يكون باقي قطع الخماسي وكتابتها على صورة كسر، فما هي القطع الباقية؟ حسنا، لدي هذه القطعة هنا، وهذه، فيكون الباقي 3 قطع. إذن 3 قطع متبقية من أصل ماذا؟ كم عدد القطع المكونة للخماسي؟ إذا قمت بالنظر إلى شكل الخماسي، فستلاحظ أن عددها 5، أي أن الخماسي ككل مكون من 5 أضلاع. لهذا يتبقى لدينا 3 من أصل 5 قطع. فيمكن أن تقول أنها تعبر عن 3 على 5. إذن يتبقى من الخماسي 3 على 5. أو يمكن أن تقول أنه تم إزالة 2 على 5، تم إزالتها من الخماسي، وتبقى 3، أو أنه تبقى 3 على 5.